انا الوالده ديالي خرجت من الكوفيد كورونا عيانه فواحد الحاله يبتلاها، منين جينا قال لنا ما بقاش فيها كوفيد، عندنا الوراق بان ما بقاش فيها كوفيد. منين جا الطبيب قال لنا راه فيها هذه خصكم، ولا بدات سيني ولينا على كوفيد. جات الشرطه العلميه، جا البوليس، جا كل شيء، ودابا السيده هي الفوق مرميه باقي ما في دارها، ماشي في السبيطار ولا في شي حاجه، في دارها بكل شيء ليها. ما بغات حتى واحد يدوي معنا، ما بغات حتى واحد يتصنت لينا. انا كنشد المسؤولين باش يشوفوا شي حل لهذا الشيء، الناس كيتعذبوا وحنا كنتعذبوا. واش والدينا مراض وميتين وماتوا وفي الاخر ما يبغيوش يدفنوهم؟ انا غادي بها دابا لاموغ باش يديروا ليها الطوبسي، ماشي معقول هذا الشيء. كنحمل المسؤوليه جميع المسؤولين اللي هما مكلفين بهذا الشيء، خصهم يوقفوا على هذه المسائل وحشومه عليهم هذا الشيء. هذا الشيء راه عيب.